لطالما كانت الأرجنتين السوق الأكبر في أمريكا اللاتينية للسلع الفاخرة، أما الآن بدأت تفر دور المصممين من البلاد، فقد أغلق كل من أرماني وسكادا وبولو رالف لورين متاجرهم في الأرجنتين، عازين السبب إلى القيود الحكومية الصارمة على الواردات. وباتت ساحة ألفيار المعروفة بشارع بوند في بوينس آيرس تعج بالمتاجر المقفلة. في السابق كانت الضرائب منخفضة، ما كان يدفع عددا كبيرا من المستهلكين البرازيليين إلى شراء السلع الفاخرة من الأرجنتين. أرماني أقفل قبل سنتين أو ثلاثة، ويستعد الآن كل من بولو وكالفين كلاين وكارتيل الأقفال. ثمة متاجر فارغة، ورويدا رويدا يغادر الجميع البلاد. وعلى رغم هذا التشاؤم، يرى سكان بوينس آيرس أن المتاجر تغلق وتفتح مجددا في مدينتهم تبعا للدورات الاقتصادية، ويؤكدون أن ساحة ألفيار ستبقى دائما ساحة ألفيار.